عشان كده فيها عنوان واحد بس يأتي في ظل هذه الظروف وهذا التوقيت، تعالوا نتحاسب قبل المدفع. كله إن شاء الله تعالى هيصوم، كله هيبدأ الشهر الكريم. نبدأ كده بداية طيبة فيها شيء من الصراحة والوضوح والحرص على المصلحة العامة. يا جماعة الرياضة، احنا لسه الحلقة اللي فاتت بنأكد على الاحتفال باليوم العالمي للرياضة، بنتكلم على وزير الشباب والرياضة مع الكابتن محمود الخطيب، مع هيئة الأمم المتحدة، مع اتحاد أو الاتحاد الاتحادات النوعية، الكل بيحتفل باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام. وصلنا لكده؟ ده اللي أنا بقوله. لما تشوف المشهد عندك، أنت عايش أجواء شكلها إيه؟ أنت عايش بتحتفل بإيه؟ بتكلم مين ومين بيكلمك؟ وبعدين من كام يوم أو امبارح رئيس الجامعة الأمريكية عندك عشان في بروتوكول تعاون علمي قال لي يقتحم هذا المجال، المشروع التعليمي، مشروع تعليمي. انت بتفكر في حتة وناس تانية عمالة داخلة عندك بتحفظ لعبتها أغاني السباب والتجاوز. هذا أمر لا يمكن يكون بالصدفة، ده الناس جاية حافظة، والناس اللي جاية دي مش جمهور، ده لعيبة. ده توقيع البروتوكول التعاون بين الاهلي والجامعه الامريكيه، الكلام اللي انت وده اطلاع الاهلي بمسؤولياته، ازاي بينهض، ازاي بيرتقي باعضائه بجمهوره برسالته بدوره بمهمته في خدمه وطنه. عايش فلسفه تطوير مستمر عشان تخلق مواطن صالح. أيوة. من خلال الثقافه والرياضه والفن والادب والتاريخ والتقاليد وتدي له النموذج الطيب وتقاوم النموذج اللي بيغلط عشان تقومه. ده انت لما هنيجي واحنا بنستعرض الاحداث هتشوف بقى الاهلي بيعمل ايه في نفس اللحظه، بيتعمل ايه قدامه. والناس ترجع تقول لك المظلوميه والناس. وبعدين الاعلام، يا خبر ابيض على الاعلام. هل معقوله نوصل ان احنا نروج للخطا واحنا عارفين ان احنا بنروج للخطا؟ هنقول لك بالدليل ان احنا عارفين ازاي، ان البعض عارف انه بيروج للخطأ وبيؤكده وبيصر عليه. المشهد اللي انت شايفه ده اعداد لكارثه، خطه لاعداد لكارثه. انت بيجي فرقه بتلعب عندك وفي ملعبك وفي اوضه لبسك مش بتحتفل بانها حققت حاجه نختلف عليها، هي من حقهم ولا لا؟ لا، دي جاي حافظ اغاني يسبك جوه ناديك. لو انت رحت عملت كده هناك تفتكر لعيبه الاهلي كانت ممكن تخرج من النادي؟ مستحيل. طبعا صحيح. لكن سب والفاظ واباحه وبجاحه وقله ادب متناهيه. الاطمئنان ان الاهلي مش هيعمل حاجه، هيحمي لعيبتك حتى لو غلطانين. الاطمئنان لنظام الاهلي هو مجرأ الناس. لكن هل ده ضعف؟ لا، ده منتهى القوه. طيب. لان والله سرعان ما سيدرك الانصار قبل الخصوم ان هم كانوا بيفكروا غلط. بص يا جماعه علشان تبقى الدنيا واضحه شويه، امبارح الاهلي والزمالك بيلعبوا مباراه بطوله 99، اتعملت قرعه. اولا البطوله دي عشان نحطكم في الصوره من بدايتها، ما حدش يقول مين صاحب حق ومين هي المواجهات المباشره ولا غيره. خلاصتها يمكن المهندس احمد مجاهد لخصها في حته، قال لك هي بطوله اصلا ملهاش لازمه. كانت الفكره معموله على اساس انه مفيش بطوله ل 99، السن ده ملوش بطوله السنه دي. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي طلب يتعمل بطوله ل 99 ويسمح باثنين او ثلاثه لعيبه ل 97 عشان المنتخب الاولمبي. اذا بطوله ليها لازمه. اوكي، بقت بطوله فنية. طبعا انا ما احبش التعليق ده يتقال. لا، هي لكن ملهاش جدوى في نظام البطولات بالظبط. جيت لعبت، انت قسمت لثلاث مجموعات واتقال ان اول ثلاث فرق في كل مجموعه هيصعدوا. صعدوا. حصل قرار من لجنه اداره الازمات في مجلس الوزراء بايقاف كل مسابقات الناشئين، فتوقفت البطولات. اتحاد الكره لما حب يرجع على اللائحه القديمه اللي هي البطوله لسه ثلاث مجموعات وهتطلع التوالت بتوع كل مجموعه، يعني هتبقى في الدوره النهائيه تسع فرق، لقى نفسه ما عندوش وقت فقرر اذ فجأة يلعبها من دور واحد. عشان مجلس الوزراء اقر بعودة النشاط تاني. فلما رجعت نقف الاسلوب هنا. ده بينسف
كل النظام السابق انك داخل المسابقه على لائحه ونظام معين، انت دلوقتي بتعمل مباراه زي مهرجانيه لاعداد المنتخب الاولمبي وما عندكش وقت تقدر تلعب دور كامل بالظبط اللي ابتديت بيه. فخلاص النظام الاستثنائي ان احنا هنلعب بهذا الشكل من دور واحد. فضلت ماشيه البطوله لما الاهلي بيلعب الزمالك امبارح، اتحاد الكوره الثابت عنده انه في حاله التساوي في النقاط يحتكم للنتيجه المباشره زي ما قالها الاستاذ اسامه اسماعيل، وزي ما اتحاد الكوره بالمناسبه نفذ نفس المعيار في منطقه القناه، الاسماعيلي اعتقد وفايد تساوي فاحتسب المواجهات المباشره. لكن ما علينا، في الاول وفي الاخر دي بطوله ناشئين بيقرها الاتحاد بينظمها الاتحاد. الاهلي فاز 2-1، الاهلي بيحتفل في الملعب، الزمالك احتفل في الملعب. الزمالك بيحتفل استنادا الى فرق الاهداف، والاهلي الى قرار اتحاد الكره بانه المواجهات المباشره. لغايه كده ما فيش مشكله، كل واحد يحتفل براحته وفي الاخر الاتحاد يقرر. المصيبه والكارثه اللي المهندس عدلي اشار لكم اليها اللي حصل جوه اوضه اللبس. جوه اوضه لبس النادي الاهلي. ايوه، النادي الاهلي يسب رموزه وقياداته وتاريخه واعضائه وسمعته وقيمته وزمايلهم اللي كانوا بيلعبوهم من شويه، من لعيبه اللي كانوا بيلعبوهم واللي جزء منهم هيزاملهم في المنتخب الاولمبي. انت متخيل ان ده لاعب في المنتخب الاولمبي بسلامته المفروض يكون موجود في طوكيو نحلم معاه بميداليه، يقود اوركسترا في السباب والشتائم والالفاظ اللي يعني اي حد من حضراتكم لو سمعها في الشارع هيتضايق، لو سمعها في اي منطقه فيها انفلات هيتضايق. ده يحصل جوه غرفه ملابس داخل النادي الاهلي. كانت النتيجه او كان التخوف زي ما المهندس عدلي اشار، طب لو حصل احتكاك ايه اللي ممكن يحصل عشان نشوف احنا حجم الكارثه اللي كنا داخلين عليها. لعيبه في السن ده داخل اوض لبس النادي الاهلي بتشتم النادي الاهلي وتاريخه ورموزه والراحلين واللي موجودين والحاليين والسابقين بالفاظ يعف اللسان عنها، وما اعتقدش حتى اي حد من حضراتكم في اي مقطع على اليوتيوب بيقدر يكملها، ما حدش يقدر يتحمل سماعها. النادي الاهلي بعتها لاتحاد الكره وبعت بيان معاه. قبل ما نقرا البيان يا استاذ ابراهيم عايز اتوقف عند حاجتين مهمين جدا. هو احنا فلسفتنا ايه في قطاع الناشئين؟ النادي الاهلي نفسه بيحاسب قطاع الناشئين على ايه؟ هل بيحاسبه على البطولات ولا بيحاسبه على عدد اللاعيبه المهيئه انها تلعب بالفريق الاول ويكونوا على مستوى المنتخبات القوميه؟ ده المين تارجت او الهدف الرئيسي بتاعنا. ايوه، عمرنا ما وقفنا وقلنا احنا ابطال بطوله كذا. ها؟ ايوه. لان عندنا لان لو الهدف البطوله احنا ما نعيرش حد. انت عندك اعارات يا استاذ ابراهيم ها؟ كانت تعمل لك فريق لا يمكن الاقتراب من حياته. انا هقول لك افكرك انت وانت انت كنت يعني مشرف على فكره الاعارات والتحريك بتاعهم. طبعا. بس هقول للساده المشاهدين الاهلي كسب 2-1، بس كمان الاهلي ناقصوا العناصر اللي انتوا هتسمعوا اسمائها اللي كلهم نجوم دلوقتي في الدوري الممتاز اللي اعارهم الاهلي من فرقه 99 عشان تشوفوا حجم القوه بتاعه الفرقه. عمار حمدي في الاتحاد السكندري، احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري في سموحه، صالح نصر في وادي دجله، زياد طارق في الاسماعيلي، فارس طارق في المقصه، عربي بدري في الجونه، محمد فاخر وشادي رضوان في البنك الاهلي. وفي ماتش انبي الاسبوع اللي فات وزياد في الاسماعيلي، وزياد ما انا قلت لك زياد طارق في الاسماعيلي، وماتش انبي اللي فات علشان الاحتجاج من لعيبه الاهلي على الحكم اتوقف 2 لعيبه. يعني عندك 10 لعيبه معارين واتنين لعيبه موقفين. الاهلي بيلعب ضد الزمالك بدون 12 لاعب معظمهم نجوم في الدوري دلوقتي زي عمار وزي شادي وزي احمد عبد القادر وعبد المنعم وغيرهم، ومع هذا الاهلي فاز. والزمالك داخل الملعب وداخل النادي الاهلي ما حصلش ابدا اي اساءه واي
شيء يعكر صفو استقبال فريق الزمالك الشقيق داخل النادي الاهلي. ما سمعناش اي شكوى من مسؤول الزمالك على انه في سوء استقبال او في اي تحامل او في اي سوء معامله على الاطلاق. ايه اللي حصل علشان يحدث هذا الانفلات الغريب؟ طب نرجع برضه، انا كنت بقول لك انا عايز اتوقف عند حاجات مهمه. انت قبل المباراه دي انت ذكرت ماتش امبي. عنصرين من عندك اتوقفوا. وانت كنادي اهلي اتخذت قرار بايقاف عمرو انور المدير الفني للفريق لتجاوزاته بعد المباراه. انت او للشروع في التجاوز. انت كمان استدعيته للتحقيق في النادي فين؟ قبل ما حد يعمل اثناء المباراه. يعني اثناء ماتش الزمالك، الماتش الساعه 1 الظهر امبارح في نفس التوقيت او قبل منه بنص ساعه كان عمرو قدام لجنه التحقيق. والمساعد هنا بتاعه اللي ادار المباراه. هو هنا يا استاذ ابراهيم المعنى اللي انا بتكلم عليه. انت مش عايش فيلم فودي عشان البطوله بعدين نتحاسب. اتحاد الكوره خد القرار الفوري. ماتش امبي كان قبلها بكام يوم اتوقفت لعيبتك. النهارده انا عايز اعرف القرار هيتاخد في مشاهدنا. على فكره مش امام عاشور ده فرقه، دي فرقه، فرقه بتشتم. طب الفرقه جايه تعمل ايه؟ هل بتشتم بشكل عشوائي؟ لا، اغاني، وانا جاي مبيت النيه ومؤلف اغاني وحافظها بشكل جماعي مش من الجمهور، من اللعيبه، عشان اعمل هذا الاداء. هو مساله مدبر اليها. روح النادي الاهلي واعمل كذا كذا، كسبت خسرت اعمل. كان الشتيمه دي هتحصل، هتحصل لانه خسر وحصلت. واخد بالك؟ فسرتها انك انت اللايحه في صالحك، والاهلي فسرها ان اللايحه في صالحه. اتحاد الكره قال لك مباراه فاصله. هل هذه البطوله دي يعني انت هتطلع تلف تقول بيب بيب في الشوارع؟ كنا عملناها السنين اللي فاتت، ما احنا ابطال النسخه الاخيره. ما حدش يدي الامور اكبر من حجمها الا فاقد الشيء. اما تعظم الحاجات الرفيعه يبقى انت المين اوبجكت بتاعك او الهدف بتاعك مش عارف تقربه، مش عارف. فتبتدي تقول ايه؟ جون شيكابالا عكنن عليهم البطوله اللي احنا رحنا بيها كاس العالم وخدنا ثالث العالم، بس متضايقين جدا من جون شيكابالا. يعني يا ريتنا ما خدنا البطوله. يا ريتنا ما رحنا كاس العالم بس شيكابالا ما كانش حط فينا الجون ده. هو المعنى عايزين يصدروه. واخد بالك؟ وتعيش الفيلم، فيبتدي يتصدر ان اللعيب واداؤه يعني برضه لما خرجوا قدام في دوري المجموعات بنتكلم على الجولين اللي شيكابالا جابه، الجون التاني جابه شيكابالا، ويبتدي يقول لك في التشكيله الاحسن. يا جماعه في هدف، انت لازم تبقى متضايق من جواك على ان ده الوضع بتاعك. مش نقعد نبص على الجون الحلو اللي جه والاداء الحلو اللي جه اللي ما بتفتكروش غير لما بتخسر، لانك لما بتكسب بتقول مش مهم الاداء خالص. لما بتكسب بضربات الجزاء ويبقى الاهلي مسيطر وعامل كل الارقام كذا. وده قد بقى انك انت عايش في جو لا مش طبيعي، في حاجه في المناخ الكره ومش طبيعيه. ايه اللي الدنيا بتمهد له؟ يطلع عضو مجلس شعب ما اعرفش سابق ولا حالي يقعد يسخن على الاهلي ويذكر بمذبحه بورسعيد والخلاف مع الاسماعيلي وان الاهلي هيتعرض لهذا الامر مع الاتحاد السكندري. هل ده عشوائي ولا بيقول لك ان في حاجه؟ اللي يقول لك او يقلقك ان لا يتوقف احد امام ماذا ما يحدث. ايه بنجهز لايه؟ في حد بيجهز لحاجه. ان انا لما في الباسكت بول يخش نفس الشتايم والاغاني دي، على فكره هي اللي اتقالت في مدرج الباسكت. طبعا. ويطلع اولياء الامور يقولوا انتوا استدرجتوا ولادنا وسبتوهم، ولادنا اتقبض عليهم لان وحددوا. احكي لنا بقى حددوا المدرب اللي قال لهم يدخلوا. حددوا وكاتبين شكوى رسمي بيقولوا احنا ولادنا تعرضوا لكمين وخدع. المدرب وزوهم عشان يبوظ الماتش.
قبل الماتش. يعني الماتش عندك بقى العكس بقى. الماتش عندك وبرضه بتغني قبل الماتش، لا في نتيجه ولا في حاجه، والاهلي قاعد بيعمل كده تشتم نجوم. تخيل ان كابتن حسن حمدي يتشتم من واحد يمكن من سنتين كان لو قابل الكابتن حسن حمدي ما كانش عارف يجرى له ايه. وبعدين كابتن صالح اللي ما فيش زملكاوي وما بيحبش الكابتن صالح الا مجموعه قررت ان تسيء للكابتن صالح نكايه في الاهلي. ودي ثقافه ابتدت انت عارف من مين. النادي الزمالك لما تخلص من هذه الثقافه لانها اتزرعت جواه من خلال القيادات التي قادت النادي الى انه يحتضن هذه الافكار. الموضوع مش موضوع يا جماعه اهلي وبطوله، الموضوع اكبر من كده. طيب انت طول ما انت بتفكر بالطريقه دي هتعالج عيوبك ازاي؟ انت رميت خلاص على المؤامره ورميت خلاص على اتحاد الكره اللي كل الشواهد بتقول ان اذا كان في حد بيتجامل في مصر ومحتضن في مصر وبيتلم وراه من مشاكله وحلول ازماته، انت مفيش غيرك، انت اللي بتدفع لك فلوس، انت اللي بتسدد لك غرامات دوليه، انت اللي بتاخد رخصه وانت لا تستوفي شروطها، انت انت انت. لكن على طول مفهم الناس ان ده بيحصل في حته تانية. طب انت وصلت ان مش مهم البطولات بقى، لما يتقال مش مهم الباسكت ومش مهم الكوره ومش مهم ايه، بس نقف نغني ونشتم الاهلي ونشتم، لان ده منتهى التملق لمشاعر جزء من الجماهير. انت رايح والتخلي عن دورك ورسالتك. هل جماهير الزمالك كلها مبسوطه من اللي بيحصل؟ جماهير الزمالك استفادت ايه؟ جماهير الزمالك عايزه بطوله بالظبط، لا عايزه اداء، عايزه تشوف حاجه محترمه، عايزه تفرح بفرقها، عايزه تشوف حاجه محترمه. لكن شايفه ناس ماشيه شغله نفسها بالتطوير والانتقال من المرحله المحليه للاقليميه الى الدوليه الى التعليم الى الموسيقى الى الفن الى، وعندك كورال بيغني وعندك باليه بيعمل وعندك اوبرا بتغني اناشيدك، عايش هذه الاجواء النقيه اللي تطلع مواطن صالح، وانت عمال تغذي 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 في جيل طالع انك انت احسن واحد في الدنيا لولا لولا لولا. فتكون النتيجه ان لعيبتك نفس لعيبتك مش جمهورك بي 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 يعني وصلوا ان على طول على طول على طول انت مركز التجاوز عندنا في لاعب، لكن شوف انت ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في كل مباراه باسكت اند بول. ولو ما كسبش ماتش الاند بول هيحصل ايه؟ ولو ما كسبش ماتش الباسكت بول هيحصل ايه؟ الفولي فيه استسلام خلاص، عارفين الفارق الكبير. انا بقول هذا الكلام وبطول فيه لان هذا المشهد اذا مر لابد وفورا نعرف نتيجه الكلام ده ايه. وكنت اتمنى ان يبدا نادي الزمالك من هذه النقطه، ما عندكش حد يقدر يقلب الدنيا غير انك اللي يقلب الدنيا قرارك ان تنتصر للصح وتنتصر للقيمه وتنتصر للمبدا. انا ما بقولكش ما تدافعش عن ما تتصارع حق لك في الحصول على البطوله، اعمل اللي انت عايزه، لكن لا يمكن يكون حقك انك تروح تشتم النادي ورموزه وزمايلهم لعيبه مش عارف ايه ولعيبه ايه ولعيبه واللون الاحمر ايه. ايه ده ايه ده، ايه اللي انتوا جايين جاهزين بيه ده وليه؟ ايه ده وانت بتجهز لاعب بعدين يكتب لك واحد ناقد رياضي زي الاستاذ شادي عيسى فخور جدا يقول لك امام عاشور سيصبح هو المكروه البديل عن شيكابالا عند الاهلي، وكان هذا هدف وكان هذه بطوله وكان هذا هو ده شوف عيد. شوف ده يعني انا ممكن اعمل لك 10 في النادي الاهلي كده، بس انا هخسر النادي الاهلي وهخسر تاريخي وهخسر اهدافي وهنشغل بحاجات تانية. انت متصور ان دي ليه في مصلحه الزمالك انك تجهز بديل عن واحد مكروه عند جماهير الاهلي؟ هو ده هدف اصبح النكايه واغاظه الجماهير. انا هنا بقول لما يحصل حاجه مش عايز جمهور الاهلي يحفل على الزمالك، ما تضيعوش وقت اكتر من كده في كلام سلبي، خلونا نشوف اسباب التفوق وننطلق بيه. انا قلت اللي عندي. طيب المهندس عدلي قال اللي عنده، هل الاهلي قال اللي عنده؟ الاهلي ناوي يعمل ايه في المشكله ديت بعد الفاصل؟